بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيك في عيادة الصحة. الورم هو كلمة اتعودنا عليها، اتعودنا على أنه أي شيء محسوس كلكيع بنسميها أو شيء زايد عن الجسم نقول عليه ورم. لا، هو الورم له أنواع وله مسميات. هو بيبقى تحور في الخلايا والأنسجة الطبيعية لجسمنا، يعني احنا جسمنا متكون من مجموعة خلايا وأنسجة، بيحصل أحيانا طفرات في الخلايا دي، فمن خلال الطفرات دي من مراحل 3 أو 4 مراحل للخلية بتتحول فيها من خلية طبيعية إلى خلية سرطانية أو خلية وخدت شكل تاني وخدت بيهيفير تاني عن الطبيعي اللي بتقوم به الخلية. يعني تحور في الخلايا الطبيعية بحيث ان الوظيفة بتاعتها، الوظيفة الأساسية للخلية دي في العضو المعين بتأثر على الأداء أو الوظيفة الخاصة بالخلية. بدل ما كانت بتعمل حاجة مفيدة، لا بتعمل حاجة عكسية. طيب.